في إطار تغطيتنا المباشرة دائما ننتقل الآن إلى مقر حزب قوى الاشتراكية بالأبيار بالعاصمة مع موفى تلفزيون النهار إلى هناك عادل زايدي. صباحك سعيد مرة أخرى عادل زايدي، هل لك أن تنقل لنا الأجواء من مقر الحزب؟ صباحك سعيد زميلتي. نعم، نحن متواجدون بحزب جبهة القوى الاشتراكية، وكنت منذ قليل تحدثت مع الناطق الرسمي لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أين هم بصدد تحضير اجتماع عاجل من أجل تحديد مراسيم دفن المرحوم حسين أيت أحمد. ومعنا متواجد معنا الآن السي العربي، هو رفيق المرحوم حسين أيت أحمد لتقديم شهادته حول المرحوم. مرحبا بك السي العربي. الله يسلمك. السي العربي، واش تعرف على المرحوم وش هي الخصال تاعو؟ نعرفه، كنت صغير كنت مجهز نسمع بالعباد بيت أحمد، نعرفه من الناس الكبر يقولون أيت أحمد. الوقت اللي باش خرج الوقت تغير، وبعد يتكلم الجزائريين غير صح هذا الانسان هذايا. الوقت قلت له انا ثاني نكون نروح معك عند الحسين. مشيت تحلي فيديو هذاك مليح. وانا مبني من الصيف، مبني ورتيران، وقعدت خدمت معاه في تيزي وزو. بعد الوقت حكموني، وهو كان داوها ديجا لنوتردام دافريك محبوس. بعد داوني ولاة الحرم متاوعنا تاع بنادنا اللي داوني وحكموني، داوني ب 15 سنة بريزون. ومن بعد قلت له السي الحسين، قلت له شفت؟ قال لي العربي وليدي، قال لي ما تخممش ابني، مادام رانا في القر في الارض في الدنيا، قال لي ان شاء الله وليدي ما كانش، ما تخموش على هذا الهم هذا. وفعلا قال لي شويه هكذايا حكموا علي الدوني لتيزي وزو، جوزوني بكنزون بريزون. الجدرميه داوني من الحراش، قال لي ما خفتش في لا جوستيس، كي قال لي 15 اون بريزون صفقت له البريزيدون. قلت له هكذايا الجدرميه هذوك مساكن اللي داوني، وحق ربي غير داوني من بالسناسل ردوني، والله ما داروا لي وش منه. لحقنا الحراش قال لي جابوا لي شراوا لي بواطا شكاره تاع الشمه، ولا غير جاوا لي مساكن الجدرميه هذوك وغير شراوا لي. قال لي تشكي على الشم، حنا نشريو لك الشمه يعطيوكش في الحراش. قال لي اخويا ما خفتوش؟ قلت له كيفاش؟ كي عاد عندنا الجيش في الجبلان، احنا ما واش رانا ما ناكلوا نرقدوا في الحراش. ايا هذيك خرجت، كي خرجت وليت اون 63 كي جاب المروك. المروك قال لي ندخل الوهران تاعنا. انا رحت في المروك 9 شهور، صدمنا عليها حنايا، ودينا له مرزقهم في الشهر كان رحنا هكذاك، يبا درنا فيهم حاله. كي خلصت جيت زقاولي بعث لي الدا الحسين، قال له روحوا لبن خدام تحوسوا عليه في البيار، كنت نسكن في البيار، حتى صابوني هكذاك. قال لي روح، رحت. قال لي وضرك تلبس سروال الميليتر ولا لا؟ قلت له علاش؟ قال لي قلت له اللي حب الظرك. قال لي تلبس كوس لاتيونيت كومبا؟ قلت له والله هكذا بالحوايجي نحيت هذوك، لبست الارمي. قعدت معاه، قعدت يعني الواجب ما ننساهش في الحياة. أنا هذا الدار هذا نهار درنا لامارش في شامونيف،
عندنا شما حنا طلبنا القر منين نخدمه ايت حمد هذايا يحوس على امر وين يخدم مسكين. ايا درنا لامارش في شامانوف كي نقول لك شامانوف طلعنا حتى الغاشين لحق وسمو عندنا في نسيتها هذيك كي لحقنا لثما الغاشي من شامانوف حتى لثما ما عمر الشعب وطلع قال له درك نديرو القيطون عندنا في لا ديفونس قال لي نديرو قال لي درك شوفوا هو راح يجيبوا لكم القيطون نديرو هنا في لا بريزيدونس عندنا الشعب هو طلع غير كي قال لي هو قريب يجيبكم القر الوسمو قال لي كي يجي اركضوا على الحيط على الديفونس لا ديفونس منا وكي درنا القيطون تما بحياته الناس اللي يخدموا كاع في لا ديفونس ولا غير يجوزوا عندنا القنط القيطون يسنيو اللور يدخلوا للخدمة يعني انا يندي معهم ولا الواحد قاعد قال لي هاو روح نعطيوك الامر وين السكن الدار هذي جاوبوه شافه ومن بعد ولا لينا قال لي تروحوا روحوا تشوفوا المضرب هذي قال لي هو عطاونا الدار جينا قال لي ما تمسوش حتى حاجه 12 يوم زدنا 12 من يوم حتى المارش 12 يوم حتى نعطاو له هذا يا جاد عطاو كل شيء قال لي درك روح قعد زدنا هنايا هنا في هذا الدار 12 يوم اخرى قال لي ما خاطر ما عندناش الامان معاهم ولا الور من هنايا الناس اللي يجيو يزوروا هنايا درنا الواجب الوجبه نتاعنا درناها معاه حتى المملوك حتى الموت. سي العربي واش كان يقول على الجزائر المرحوم؟ الكلام اللي كان يتردد على لسانه. ياسر ياسر يا وليدي الشيء اللي راه يعني كي يتكلموا هما وكي يهضر معاهم هما سي دي ديفيرونس في الدنيا هذه. احنا سيرتو من القرايه ما عندنا شويه ولكن رب العالمين عطانا امر في المخاب شويه يعني نشدوا ميزر خراش رحنا كاع الشيء اللي كنا رحنا كاع رحني هنايا ما نقرا ما نكتب وليت نمشي وحدي درك. يعطيك الصحة سي العربي. الله يسلمك امي درنا الواجبات ونكملوه حتى نتبعوه بربي ان شاء الله. وما نغيروش حتى نموتوا ان شاء الله. الشيء اللي عطاه لنا داروا لنا درنا في ريسانا والله الا تبعناه. شكرا سي العربي بارك الله فيك. عوده اليك زميلتي هاجر الى الاستوديو. شكرا لك عادل زيدي موفد تلفزيون النهار الى مقر الافافاس والشكر موصول كذلك للسيد من خده العربي الذي قدم شهاده حول السيد حسين ايت حمد. اذا كانت هذه تغطيتنا الخاصه لشخصيه المناضل حسين ايت حمد والتي حاولنا من خلالها نقل اراء من عرفوه. مشاهدينا